في هذه النشرة، سلام يدعو العسير إلى السرايا ويحمله رسالة إلى الملك. والوفود تتقاطر إلى السفارة السعودية. وطالما أن حزب الله مستمر في غيه، لا أعتقد أن الأمور ستصح. الجميل يتابع دعواه ضد سوكلين في القضاء. هيدي الشركة قصرت بشغلها، كانت عم تقبض كلفة خدمة ما عم تعملها. أهلا بكم. دعا رئيس الحكومة تمام سلام السفير السعودي في لبنان علي عواض العسيري إلى السرايا وسلمه رسالة إلى الملك سلمان، وقال العسيري إنه سينقلها نصا وروحا إلى قيادته. عسيري زار صباحا دار الفتوى، ومن ثم بدأ باستقبال الوفود المتضامنة مع المملكة. ومن هناك معنا مباشرة الزميل باسل عريضي. باسل، ماذا عن يوم السفارة الحافل؟ يعني اليوم ماذا عن أبرز الزائرين ومواقفهم؟ حقيقة كاترين، لازالت السفارة السعودية في بيروت حتى هذه اللحظة تستقبل الوفود. كان يفترض يعني أن تقفل فترة الاستقبال منذ فترة، لكن الوفود لازالت أم السفارة حتى هذه اللحظة. كما تشاهدون خلف لازال السفير علي عواض عسيري يستقبل الوفود. كان هناك العديد من الوفود التي حضرت منذ الساعة 12 ظهرا. هناك وفود عكارية، بقاعية، بيروتية، إضافة إلى عدد كبير من الشخصيات. لكن الطابع الأكبر اليوم لهذا النهار هو اليوم الثاني لاستقبالات السفارة السعودية، هو الطابع السياسي. عدد كبير من الكتل النيابية والوزارية أتوا خصيصا للسفارة هنا للتأكيد على تضامنهم مع المملكة العربية السعودية، وللتأكيد على استنكارهم ورفضهم لكل التصريحات التي صدرت بحق هذه المملكة أو هذه الدولة الشقيقة. كان كما ذكرت في المقدمة، كان بداية سفير السعودي في لبنان قد زار الرئيس تمام سلام الذي تسلم رسالة من رئيس الحكومة، وأكد السفير السعودي في لبنان، أكد عليها أيضا مرة أخرى في هنا في مبنى السفارة، على أنه سينقل هذه الرسالة بشكل كامل وواضح إلى القيادة السعودية. وبعد ذلك كان هناك زيارة لدار الفتوى. كما ذكرنا أن اليوم هو اليوم سياسيا حافل جدا في السفارة. هناك العديد من التصريحات التي نددت بكل التصريحات السابقة، ولكن اللافت أيضا يعني هناك العديد من الشخصيات الذين حذروا من أن في حال لم تقم الحكومة أو الدولة اللبنانية بتحسين الأوضاع وإعادة العلاقات إلى ما كانت عليه سابقا مع المملكة العربية السعودية، فبالتالي قد نقع في المحظور. حتى أن وزير الداخلية مهاد المشنوق أكد أنه نحن دخلنا في الأعظم على ما يبدو. على أي حال كاترين، طبعا تفاصيل هذا النهار الطويل في النشرة المسائية، أعتقد أن سنستمع إلى أبرز التصريحات التي جاءت اليوم في السفارة السعودية. الرد لا يكون بتعرض للمقامات السعودية بطريقة أقل ما يقال فيها أنها همجية، ولا يكون بالتعرض للسياسة السعودية يعني بأسلوب لا يدخله شيء من الوطنية اللبنانية. في قوة لبنانية تعتقد أنها هي قوة إقليمية كبرى شريكة لروسيا بشكل مباشر، على نفس المستوى بعد شوي بتأثيرها بالمنطقة وبإدراتها بالمنطقة. طبعا هذا كله أوهام. مطلوب التصرف بواقعية وبصراحة وبوضوح، بالاعتذار من المملكة من يعني عن الإهانات
نرجو من الجميع أن يعود عن غيه لمصلحة اللبنانيين، لمصلحة عيشهم وكرامتهم ومستقبلهم، وإلا لن يكون هناك مستقبل لهذا البلد إذا استمر هذا النهج. طالما هناك غطاء يعطى لحزب الله وطالما أن حزب الله مستمر في غيه، لا أعتقد أن الأمور ستصح. في لبنان هناك حزب يحاول أن يفرض مشيئته على كل اللبنانيين، حزب الله يتحول تدريجياً إلى حزب شمولي، وهو يريد أن يفرض وجوده كحزب واحد بشكل يعتمد فيه على سلاحه بالدرجة الأولى. ما تفسير مثلاً أن يخرج وزير الخارجية يوم الاثنين ببيان يختلف كلياً أو بمؤتمر صحفي يختلف كلياً عما قاله في جلسة في الداخل وليزيد الأمور سوءاً؟ ما تفسير عدم القبول بأن يكون هناك موقف واضح للحكومة اللبنانية مما يجري من اعتداءات على الحقوق العرب، مما يجري من محاولة مد الفرسي إلى الداخل العربي إلى الخليج وإلى لبنان وإلى سوريا وإلى العراق، ويدعون أنهم ينؤون بأنفسهم ويتدخلون في سوريا ويمارسون القتل ضد الشعب السوري، يتدخلون في العراق وفي البحرين وفي اليمن ضد إرادة شعوب هذه المناطق. بكل وضوح لن تحل مشاكلنا في لبنان طالما هناك حزب مسلح، طالما هناك حزب الله يمارس السياسة ولكنه عمليا يمارس العمل العسكري الأمني مختبئا وراء سلاحه غير الشرعي. عبرنا لسعادة السفير على أننا نعول على حكمة خادم الحرمين الشريفين بإعادة احتضان لبنان كما تعودنا دائما أن تكون السعودية، المملكة العربية السعودية، راعية للبنان وللبنانيين على أساس الصداقة والأخوة والاحترام متبادل. أيضا نعول على كافة الأطراف اللبنانية أن تعي تماما التاريخ العميق للعلاقات اللبنانية السعودية، وأن تحد من السجالات والمناكفات في هذه الظروف الصعبة بالذات. اليوم من حظ لبنان أن على القاء القيادة في المملكة العربية السعودية بيد خادم الحرمين الملك سلمان، الذي يعرف تماما دقائق وخصائص اللبنان واللبنانيين وما نمر به. وأنا متأكد ومدرك أن بحكمته ورؤيته البعيدة يمكن إعادة استيعاب هذا الموضوع واحتضان اللبنان واللبنانيين. نحن نرفض هذه السياسة، منأكد صداقتنا وتضامننا وأناعتنا بعلاقاتنا العربية وامتناننا لوقوف إخواننا العرب وخاصة دول الخليج إلى جانب لبنان بكل الملمات. وبدي أذكر بواقعة واحدة وصغيرة جدا، بعد حرب تموز، حرب لو كنت أعلم، من أعاد بناء لبنان بكل مناطقه وبدون تفرقة بين واحد وواحد؟ طبعا ليس المال الإيراني. رئيس الحكومة أولا في الاجتماع الذي حصل، ثم في البيان الذي تلي، ثالثا في اللقاء الذي عقده اليوم مع السفير علي عواض عسيري، يدشن حملة لتصحيح علاقة لبنان بالدول العربية. لبنان مستعد لكل ما من شأنه تصحيح الخطأ الذي حصل في المؤتمرات التي عقدت، وهذه الأخطاء التي ارتكبت لا تعبر عن حقيقة الموقف اللبناني. من أمام قصر العدل في بيروت جملة من الأسئلة طرحها النائب الممدد له سامي الجميل على المعنيين بملف النفايات، وقال إن هناك فضيحة من واجبنا أن نتوجه بها إلى القضاء، وقد رفعناها منذ 6 أشهر ولليوم لم يستدعى أحد للتحقيق. وبعد تقدمه بدعوى في حق مجلس الإنماء والإعمار، شدد رئيس حزب الكتائب على وجوب الضغط باتجاه حل مشكلة النفايات. على مدى سنوات تتخطى 10 سنوات، في شركة اسمها سوكلين كانت مسؤولة عن موضوع النفايات بلبنان. هيدي الشركة قصرت بشغلها، كانت عم تقبض كلفة خدمة ما عم تعملها. مزبوط كانت عم بتلم، مزبوط كانت عم تطمر، بس بين اللم والطمر كان عندها واجب فرز صحيح ومعالجة للنفايات كرمال نسبة الطمر تكون كتير قليلة. هيدا الشغل ما عملته سوكلين بالوقت يلي كانت عم تقبض حقه. هالمصريات يلي اندفعوا لخدمة ما انعملت وين راحوا؟ بعدين من 10 سنوات لليوم بالوقت يلي هيدي الخدمة ما كانت عم تنعمل، يعني الفرز ما كان فرز صحيح
والمعالجة ما كانت عم تحصل وكان عم ينطمر زبالة مثل ما هي بمطمر النعمة، بدل ما نكون عم نطمر 20% من هالنفايات، يعني ما تبقى من هالنفايات بعد المعالجة يلي هي العوادم، كنا عم نطمر 80% من النفايات. فهيدا المطمر بدل ما يكون عم بيحمل 20% كان عم بيحمل 80%. كان مفترض ينطمر فيه بخمس سنين، كان عم ينطمر بسنة واحدة. لهيدا السبب صار في هيدا المطمر فول، ولهيدا السبب وصلنا للكارثة اللي وصلنا لها اليوم. سؤال أول، ليش ما حدا حاسب هيدي الشركة من 10 سنين؟ اثنين، ليه ما حدا خصم المصاري عن هيدي الشركة على الأقل الشق يلي ما كانت عم تعمله، يلي هو تقريبا 50 أو 60 دولار بالطن الواحد؟ يعني عم نحكي عن مئات ملايين الدولارات عم تندفع كرمال الخدمة ما عم تنعمل. هيدي اثنين. ثلاثة، وين راحوا هالمصريات؟ أربعة، ليش ما توقفت هيدي الشركة عن العمل من الأول؟ خمسة، ليه ما نرفع هيدا الأمر على مجلس الوزراء واتخذ الإجراءات اللازمة بهيدا الموضوع؟ مجلس إنماء والأعمار يلي هو اليوم مسؤول عن مراقبة هيدا الشغل، مسؤول عن متابعة عمل هالشركات يلي عم بيلزمها مجلس الماء والأعمار، ليش كان غايب كل هيدي الفترة؟ انتو عندكن واجب الوقاية، واجب تحضروا بدائل اذا شايفين واصلين الى حيط مسدود، ليش ما كنتم حاضرين بدائل؟ في وزراء مسؤولين لازم يتحاسبوا، في إدارة اسمها مجلس الماء والأعمار مسؤولة لازم تتحاسب. أمل النائب الممدد مشهد المور في التوصل إلى حل لأزمة النفايات في قضاء المتن والانتقال إلى مرحلة التنفيذ، واعترض المور في مؤتمر صحفي على ترحيل النفايات إلى روسيا وقدم مشروعا لمعالجتها. طن النفايات اللي كانوا بدهم يشحنوه على روسيا كانت الدولة بدها تدفع 220 دولار على الطن، بينما بالمشروع اللي قدامكم بدها تدفع أول سنة فقط 25 دولار، تاني سنة 15 دولار، وال 15 سنة الباقية من العقد بلاش، يعني ولا دولار. هلا بتقلي ليش اول سنه وفي فرق وثالث سنه بصير بلاش؟ لانه اول سنه بيكونوا عم يعمروا المعمل، يعني ما بيكون المعمل خلص. من ثالث سنه للسنه 15 معالجه النفايات ما بيندفع عليها دولار. أهلا بكم من جديد. يستضيف مقر الرئاسة الثانية في عين التين مساء اليوم الجلسة 26 للحوار الثنائي بين تيار المستقبل وحزب الله في ظل أجواء سياسية محلية وأقليمية محمومة. وحتى مساء أمس لم يعلن حزب الله أي موقف سلبي تجاه مشاركته في الجلسة، ما يشير إلى أنه سيشارك فيها كالعادة. النائب سمير الجسر قال من جهته للسفير: سنواصل الحوار مع حزب الله إلى أن نصل إلى نتائج إيجابية مرجوة، ولو كنا لا نرى أن هذه النتائج قريبة، ولكن المصلحة الوطنية التي نضعها فوق كل اعتبار تقتضي ذلك، ونحن لم نصل بعد إلى الطريق المسدود، وإذا وصلنا فعندها لكل حادث حديث. لاحظت حركة الشعب أنه على الرغم من البيان الاعتذاري الذي صدر عن الحكومة اللبنانية، فقد صعدت المملكة وحلفاؤها هجومهم على لبنان بمنع قدوم رعاياها إليه، ما يسقط الذريعة التي تحجج بها هؤلاء لشن هذا الهجوم، ويرسم علامات شك حول النوايا الحقيقية للسعودية وحلفائها تجاه لبنان. وأشارت حركة الشعب إلى أن ما فشلت السعودية بتحقيقه عن طريق الهبة والمكرمة المزعومتين تحاول تحقيقه عن
طريق الإعلان عن التراجع عنهما والدفع باتجاه تعميق الانقسامات في لبنان والدفع باتجاه الفتنة في هذا البلد، ولفتت إلى أنها سوف تبين قريبا بالوقائع والأرقام كيف أن السعودية نهبت من لبنان الفقير 40 مليار دولار من فوائد سندات الخزينة، فيما دعت السفير السعودي السخية جدا إلى أن يبين لنا بالوقائع والأرقام ما قدمته لنا مملكته السخية. غرد النائب وليد جنبلاط عبر تويتر معتبرا أن لبنان وشعبه معرضان للخطر من كل النواحي، وأن التصريحات غير المسؤولة تهدد اللبنانيين في الخارج، وينبغي تغيير الموقف من خلال إجماع وتفاهم محلي ومن أجل الأغلبية الصامتة التي لا علاقة لها مع الصراعات الإقليمية. وأضاف: نحن بانتظار انتخاب الرئيس المستقبلي ونتمنى أن يحصل ذلك بأسرع وقت ممكن. وأشاد جنبلاط بتصرف الرئيس تمام سلام في خلال هذه المحنة العصيبة التي نمر بها، متمنيا له المزيد من الصبر والحكمة، ومطالبا جميع الأفرقاء بأن يساندوه في هذه الأوقات العصيبة وجعل مصلحة لبنان فوق كل اعتبار. اقتحم بعض المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان صباح اليوم الطابق 13 من المبنى المركزي للمؤسسة مطالبين بإدخالهم إلى الملاك، وأحضر المعتصمون معهم الفرش مهددين بالإقامة في الطابق حتى تثبيتهم. أهلا بكم من جديد. أكد الكرملين أن موسكو ودمشق تجريان حوارا بشكل دائم حول تسوية النزاع المسلح في سوريا، باعتبار أن هذا الحوار شرط ضروري لمواصلة التسوية، وأن مواقفهما في هذا المجال متشابهة لكنها ليست متطابقة تماما. وكان المكتب الإعلامي في الكرملين قد أعلن في وقت سابق عن مكالمة هاتفية جرت بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والسوري بشار الأسد حول مسائل التسوية، مشيرة إلى أن الرئيس السوري أكد استعداده للمساهمة في تطبيق الهدنة في سوريا. إلى ذلك أعلن الكرملين أن اتصالا جرى بين الرئيس السوري بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والملك سلمان اتفقا في خلاله على استمرار التواصل بشأن سوريا. قال وزير الخارجية الأمريكية جون كيري إنه ربما يكون من الصعب إبقاء سوريا موحدة، محذرا من أن بلاده تدرس خطة بديلة للتعامل مع الوضع في حال لم تكن دمشق وموسكو جادتين في التفاوض على الانتقال السياسي. وأضاف كيري في خلال جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي: ربما يفوت الأوان لإبقاء سوريا موحدة إذا انتظرنا فترة أطول، وقد أبلغت الرئيس الروسي أن واشنطن لن تنتظر أكثر من أشهر قليلة لترى ما إذا كانت موسكو جادة بشأن المحادثات. وحذر الوزير الأمريكي من أن أي شخص يعتقد أن هناك حصانة من العقاب على انتهاك هذا الاتفاق يرتكب خطأ فادحا، في رد على ما يبدو على تصريح للسناتور بوب كوركر قال فيه إنه لا يعتقد أنه ستكون هناك أي عواقب في ظل إدارة الرئيس باراك أوباما. أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند بعد وصوله إلى ليما عاصمة البيرو أن قادة فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا تباحثوا هاتفيا في موضوع وقف إطلاق النار في سوريا. وقال أولاند في تصريح صحفي في أعقاب هذه المكالمة التي استغرقت نحو ساعة: لقد تم الإعلان عن وقف لإطلاق النار ولا بد من التقيد به بشكل كامل والأفضل في أسرع وقت ممكن. وأعلن أولاند أنه والرئيس الأمريكي باراك أوباما والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون سيوحدون جهودهم للوصول إلى الانتقال السياسي في سوريا. كان في هذه النشرة سلام يدعو العسير إلى السرايا ويحمله رسالة إلى الملك، والوفود تتقاطر إلى سفارة السعودية. وطالما أن حزب الله مستمر في غيه لا أعتقد أن الأمور ستصح. الجميل يتابع دعواه ضد سوكلين في القضاء. هيدي الشركة قصرت بشغلها، كانت عم تقبض كلفة خدمة ما عم تعملها. في الختام شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.